هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة إنا. شهدت المحافظة فعاليات ملتقى توظيف الشباب بالصالة المغطاة بنادي إنا الرياضي. كمان الدقهلية تم افتتاح المعرض العاشر لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية. وفي سوهاج كمان تم دعم الجامعة ب 3560 جهاز كمبيوتر بتكلفة 113 مليون جنيه. أما في الأقصر فتم رصف 37 أكثر من 37 كيلومتر طرق وتنفيذ 13 كيلومتر انترلوك ضمن الخطة الاستثمارية. لنعرف تفاصيل أكثر من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة قنا شهدت فعاليات ملتقى توظيف الشباب بالصالة المغطاة بنادي قنا الرياضي، حيث يقام بهدف دعم جهود توظيف الشباب وتوفير فرص عمل تناسب تطلعاتهم. وبيوفر الملتقى 2000 فرصة عمل حقيقية لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة من خلال 45 شركة تعمل في قطاعات مختلفة زي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة والتصنيع والمستحضرات الصيدلانية والرعاية الصحية، وأيضاً المجتمع المدني والأمن والخدمات والأغذية والمشروبات والتجزئة والتطوير الزراعي والداجيني والتوزيع. شهدت محافظة الدقهلية افتتاح معرض الدقهلية العاشر لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية وبمشاركة الغرفة التجارية. بيقام المعرض بالمنصورة خلال الفترة من 3 ل 17 نوفمبر الجاري لدعم أصحاب المنتجات اليدوية التي تعد كنز من كنوز مصر وثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من الانقراض ودعمها. تشهد محافظة أسيوط تنفيذ أعمال إنشاء طريق يربط بين قرى شرق النيل لمركزي القصية وديروط بتكلفة 30 مليون جنيه، وده ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 وباعتماد مالي 30 مليون جنيه. وبيأتي هذا في إطار رؤية تكوين شبكات من الطرق التي تربط بين القرى وبعضها وتساهم في رفع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل والتيسير عليهم، وتخدم أيضاً فرص الاستثمارات المباشرة بشتى المجالات. أعلنت جامعة سوهاج أنه تم استلام 3560 جهاز حاسب آلي كدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتكلفة 113 مليون جنيه، تمهيداً لافتتاح مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة الجديدة لبناء منظومة تقنية تخدم الطلاب، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وتأهيل الجامعة للتحول لجامعة ذكية. مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر أعلنت أنه تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 37.3 كيلومتر وتنفيذ أعمال انترلوك بإجمالي أطوال 13 كيلومتر على مستوى مدن ومراكز المحافظة بقيمة 117.62 مليون جنيه خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 وحتى الوقت الحالي، وده ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق وتحقيق السيولة المرورية تماشياً مع خطة التنمية اللي بتشهدها المحافظة والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين. أعلنت محافظة بني سويف إطلاق وحدة قياس رضا المواطنين عن مستوى تقديم الخدمات الحكومية خاصة الخدمات الإلكترونية لإتاحة الفرصة لمتلقي الخدمة بأن يشارك في تقييم مستواها أثناء التنفيذ أو بعد الانتهاء من تقديم الخدمة. وبتهدف هذه الوحدة لتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تفعيل دور المواطنين بجانب تعظيم دور الرقابة الميدانية من الأجهزة والإدارات المعنية في هذا الشأن. بدأت مديرية الطرق بأسوان أعمال رصف طريق كوممبو نصر النوبة ضمن خطة استكمال أعمال رصف طريق نصر النوبة كوممبو بطول 10 كيلومتر، وده في ظل الجهود المكثفة لاستكمال المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين داخل القرى المدرجة بالمبادرة، فضلاً عن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم. شهدت محافظة المنوفية وصول الدفعة الأولى من المعدات والسيارات الجديدة لمنظومة المخلفات الصلبة وتدعيم قطاع تحسين البيئة بالمحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024-2025، وده بجملة استثمارات بلغت 151 مليون جنيه.